واحنا الحقيقه مجموعه من اطباء الامراض الجلديه، في اساتذه كبار الحقيقه، معايا الدكتور مي سماح رئيس قسم امراض الجلديه في عين شمس، الدكتور وائل، الدكتور حنان الكحكي، يعني اساتذه كبار جدا. فكرنا في حضرتك، احنا عندنا شركات ادويه في مصر كتير، حوالي 150 شركه. بنلاحظ ان الشركات شركات ادويه في مصر مصريه مصريه ومكاتب بتستورد ادويه. لاحظنا ان هي دايما بتعمل لقاءات علميه للاطباء المصريين خارج مصر، يعني كل سنه يطلعوا 50 دكتور بره، يقعدوا في فرنسا، في انجلترا، يطلعوا ايه، مؤتمرات يعني؟ لقاء علمي ونناقش الابحاث وكلام من ده. طبعا بتنفق على كده الاف الدولارات، بس ده مهم. مهم. كويس، واللقاءات العلميه مهمه. قلنا طيب ما احنا في 2017 نعمل حاجه ثانيه. الفكره ايه؟ ان احنا بدل ما نعمل اللقاءات العلميه دي في الخارج، نعملها جوه مصر في محافظات مختلفه. فاحنا اتفقنا كاطباء امراض جلديه مع واحده من اكبر شركات الدواء المصريه ان احنا نعمل اللقاءات دي في مصر، ولكن اللقاء العلمي هنبداه وبعد ما نخلص لقائنا ننزل نكشف على المرضى اللي موجودين في المحافظه غير القادرين بالمجان، وكمان نديهم الادويه بالمجان. يبقى احنا كده حضرتك حققنا اكتر من هدف. الهدف الاولاني ان المرضى غير القادرين دول مش قادرين يروحوا عند الاساتذه الكبار دول، الاساتذه هيروحوا لهم لغايه عندهم في البلد بتاعتهم، هيكشفوا عندهم، هياخدوا الدواء بالمجان. نمره اتنين، انا وفرت عمله صعبه كده، بدل ما كانت الشركات دي بتدفع العمله الصعبه بره هتوفرها، فانا بوفر على البلد عمله صعبه في وسط الازمه اللي احنا فيها. نمره اتنين، النهارده الدكاتره دول اللي الشركه بتطلع معاهم بينزلوا في فنادق في المحافظات، بروج للمكان، فانا بروج للمكان صحيح، وبحط الفلوس اللي كنت هدفعها بره هنا، هيستفيد منها العاملين وهتنفق هنا. عشان كده احنا قلنا السنه دي نختار خمس محافظات، هنبدا بالفيوم يوم الجمعه الجايه، بعد كده ان شاء الله البحر الاحمر. الفيوم كبدايه كويس جدا، بعد دراسه حضرتك، بعد دراسه قصدي، كويس. بعد كده البحر الاحمر، برضو مدن زي قصير وسفاجه اللي هي محتاجه الناس، جنوب سيناء، بعد كده منطقه برج العرب والمناطق اللي محتاجه. مش الصعيد خالص لسه، وبعد كده الاقصر. لا، في محافظتين في الصعيد. ايوه، بدانا بالفيوم وانتهينا بالاقصر. لا انا اقصد الاقصر بقى، اسيوط، سوهاج، ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. بس انا حضرتك بهدف ليه؟ انا بعمل كده بقدم نفسي، انا بهدف لكده ان بقيه شركات الدواء في مصر وزملائنا الاطباء في كل التخصصات، البطنه والاطفال والجراحه والنساء، يبداوا هم كمان يعملوا الكلام ده. يعني مش انا بس او مش يعني حضراتكم بس امراض جلديه، امراض جلديه ليس الا يعني بدانا بنفسنا. لانك دايما حضرتك لما تطلبي حاجه ابداي بنفسك الاول. صحيح. فاحنا بدانا وعملنا اهو، بنامل الهدف الرابع ايه؟ ان تنتشر هذه المبادره، يبقى كل اطباء مصر في كل التخصصات، كل شركات الدواء، يبقى في الحاله دي هنغير، هنغطي كل محافظات مصر، والسنه الجايه هنعمل نفس الكلام، فيبقى في كم كبير من المرضى في كل المجالات بقى مش جلديه، عيون، أطفال، بيستفيدوا، وفي نفس الوقت كميات طبعا من العملة الصعبة هتوفر لمصر، وبنوجه العين على محافظات مصر، نروح نزور مصر، المحافظات بتاعتنا، ننفق فيها، نقضي فيها اليومين ونستمتع بيها. فده طبعا يعني أنا في رأيي إن هي حاجة متكاملة. لا.